دولة رئيس الوزراء السيدة أنا كلوديا، السادة الوزراء، بداية برحب بالحضور في المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، وذلك له مدلول يعكس أهمية ومكانة القاهرة كواجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية. وعنوان المنتدى: الكل يبدأ من النطاق المحلي من أجل مدن مستدامة. ولذلك فالمنتدى يسلط الضوء على الجهود المحلية لتعزيز التنمية المستدامة، يعطي فرصة لاستعراض التراث الثقافي والحضاري للقاهرة، مما يظهر كيف للمدن أن تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية. وسيتناول المنتدى كثير من الفعاليات التي تعطي حلول مبتكرة للقضايا ذات الصلة بالتحضر، ومناقشات مع أصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إن الحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية للمنتدى، وسوف تستضيف بعض الأحداث خلال شهر أكتوبر قبل المنتدى، مثل استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمي 31 أكتوبر. كما إن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم المشروعات التنموية التي قامت على أرض مصر خلال ال10 سنوات الماضية، بالإضافة لإبراز التجربة المصرية في تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه التنمية. ونتطلع أن يسهم المنتدى في الوصول إلى حلول وسياسات للتحديات التي تواجه المدن والخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ. شكراً.